اول حاجه بس عايزه ابتدي معاك، انت اصلا خريج ايه؟ وصلت في المرحله اللي انت فيها دي امتى؟ وليه ما كملتش في لعب الكوره؟ يعني حاسه ان في كواليس كتير قوي ورا الموضوع ده. في البدايه انا كنت لعيب كوره، كنت بلعب في وادي دجله. اولا كنت بلعب في نادي النيل. اوكي. احمد السيد لاعب النادي الاهلي كان بيلعب في نادي النيل زمان، وحسام عاشور على ما اعتقد. فانا لعبت في نادي النيل، قعدت 6 شهور، بعد كده رحت وادي دجله 2008. من 2008 لحد 2013 كنت متواجد في وادي دجله، لعبت منتخب مصر مع كابتن ربيع ياسين. بعد كده رحت انبي ما شاء الله. بس حصلت لي بقى الوقعه نفسها، حصلت لي في دجله 2011. هي ناس كتير قوي كانت عايزه تعرف الموضوع ده، اللي انا بطلت ليه وانا اصلا سن صغير، انا 28 سنه. فانت ازاي انت لسه اصلا لسه بتقولي هادي في الكوره؟ الجيل بتاعك كلهم نجوم دلوقتي. تريزيجيه، كهربا، احمد رفعت، كل الناس دي، محمود وحيد، ناس كتير قوي. ف 2011 انا كنت المفروض طالع الدرجه الاولى وادي دجله، ف نزلت اول تمرين مع الفريق الاول، لقيت نفسي الاداري بتاع النادي بتاع الفريق الاول لقيته بيقول لي انت مش هينفع تكون موجود لان انت عامل مشكله. طبعا انا مش عارف انا عامل ايه، لان انا بحب وادي دجله قوي، لان النادي ده ليه خير عليا واحنا صغيرين جدا. فمره واحده لقيت نفسي بيقول لي ان انت عامل حاجه على الفيسبوك، شاتم النادي على الفيسبوك. انا قلت له انا ما شتمتش حاجه. فلقيت انا طبعا اول مره اتكلم ديتيلز قوي، انا والله عمري ما قلت، انا كنت دايما بجري الكلام. لكن الناس ما تعرفوش ان انا اتوقفت سنه ونص، اتعمل لي فيك اكونت على الفيسبوك ان انا شاتم النادي. وكان المفروض العب اول ماتش، انا كنت فاكره ماتش غزل المحله، كان ساعتها الفريق الاول بتاع وادي دجله راح تيرن اوت، خدوا الفريق راح تيرن اوت، وفي ناس يبقى كل الناشئين بقى هتلعب خلاص. انا قلت انا خلاص انا طالع العب. لقيت نفسي موقوف سنه ونص بدون ذكر، ما اعرفش اي حاجه. طلعت الاداره فوق، قالوا لي ان انت عشان انت لعيب دولي فاحنا مش هنمشيك، هنوقفك سنه. قلت له انت توقفني سنه؟ طب ما هي هي سنه وثلاث شهور. قلت له طب ما تمشيني احسن. فانا طبعا صبرت. يوم ما رجعت بقى كان مدير القطاع عندنا كابتن علي بجريشه. معلش ممكن بس نقف عند النقطه دي، انت الـ تم ايقافك من قبل النادي ولا من قبل الاتحاد؟ لا من قبل النادي. من قبل النادي. ان انا طب اخش العب مع الناشئين اللي هي فرقتي مواليد 93. قال لي لا مش هينفع تبقى موجود اصلا في النادي. طب اروح اتمرن؟ فاللي عرفته بقى، انا توقفت سنه ونص، فاللي عرفته ان ابن رئيس النادي كان ساعتها مدير الشركه بدون ذكر اسماء، هو اللي كان ماسك النادي ساعتها. فانا ما لعبتش بسبب ابنه. دي انا الحاجات دي تحسها فيلم، لا ما كانش فيلم. هو ده اللي حصل فعلا. قعدت سنه وشهرين. يعني ايه ما لعبتش بسبب ابنه؟ هو ابنه بيلعب نفس البوزيشن بتاعي. اوكي. فطبيعي خلاص مش هتبقى موجود واحنا الاثنين ناشئين طالعين. الظلم بايا كان بقى تفاصيله. ده بقى انا لما رجعت بعد السنه وشهرين قال لي انت قايمه تانيه، دي في الكوره يعني انت فري. طب انت وقفتني ليه؟ طب ما كنت تمشيني احسن، طالما انت كده كده هتمشيني. ده بيسويك. فانا قعدت سنه ونص في البيت ما بعملش حاجه. بعد كده رحت انبي، بس الامور ما ظبطتش قوي يعني مع كابتن هيثم شعبان. وبعدين قررت تبطل يعني. رحت شويه حاجات كده، رحت المصرية للصالات، رحت بنها، رحت الكلام ده، بس حسيت ان الكوره مش خلاص يعني. انت البوزيشن كنت تلعب فيه كان ايه؟ انا كنت بلعب 7 و9 سترايكر وهاف رايت. حلو قوي. سترايكر 9 و7 هاف رايت وليفت برضه، مفيش مشكله خالص.